مجرد شراء المشروب الكحولي للذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يعتبر جريمة. يتحول ذلك إلى جريمة خطيرة جداً إذا طلبت من الشاب أو الشابة من خلال الكحول أو الأمتعة أو المال أن يمارس معك أي فعل جنسي. في فنلندا كل الأحكام علنية ويكتب كثيراً عنها في الصحف والإنترنت. الحكم القضائي بخصوص الجريمة من الممكن أن يؤثر على الحصول على ترخيص الإقامة أو حتى منع الحصول عليه بشكل كامل. الأشخاص الذين قاموا باستغلال الطفل جنسياً يتم احتقارهم في كل مكان وفي السجن أيضاً.